اوجد اذا دي تولين في جاد اذا دي تولين الزول في اللون سلم ذم قران في اللون عند مثلا مدي الجزائر نغبر الجزائر ارجاز ثمطوط اقشيش تقشيش ثم كنت زرام وسنقين يدنا الدارة في المحنة ذي لا فلسطين في المحنة ذي لا نتساشين ذيك شوث مثل ناغتي سمثين ناغدي فلسطين قريب الشهر سقسمي يقبذون وهذا وصهيوني يكثيثن سجيني سلقة سلبحر فلسطين قريب 2000 بويذي موتن يرسن أمورا مقران تسولوين أكدو الرش يرسن 80% سيدي سيفيل يعني ماشي ذو قادي قرف ذن السلاح يموتن ولكن ذو ويدو نرفي ذرا غزا 90% ذيك تخرب لكولات هدن إخامن رزن تبيطارات الجوامع ساقين يعني دسن قارون وحباس تيثا إمين مسافق مثافقا يعني هذا وصهيوني أكذ حماسة حبس تيثا 72 نسوايا ذي الوقت دا يخدم المشاورات ذي مصر باش دفن يعني الحل المحنياقين وذ مقلن أمشارة حفسن ثزلا إذا من غزة نكوني نزرع سقسمي تبذا يون ودير في ذا فوسيس باش هذي حبس أين يضرون دينا لا صحاب الغرب يدي هدرن سلي دروا دو لوم يعني إزرفان أبو مذان نا لا ديموكراسي نا ويذ بارافن في مورا بارافن يعني وقاد قلان دين سنمن وقاد قلان غير غزة يعني غزة تساد غير سن نكون ينظر باللي اينك نقدران قريب اربع سمانات ونولا را وين يدين تقان ونا دينين حفسث وسنقين الجزائر تفداد على كلين تفكا 25 مليون دولار اي فلسطين المعاونة ذاني ثموق لك لونو باش كني ندخل من نورين يوم ود مقلنا مكارا حبسن انا كيضرونا في غزة اما كن ذاني ذي ليران ثمثافاق وكذا ايران تونس سوريا الجزائر اكنا ذوالين امكارا خدمن ايوا كنا ذاونا غزة ايوا كنا مقلنا مكارا حبسن المحنة يقين فلاس نكون نزراير كلين باللي الشعوب بارب خاصة كن أولى ونسن أكد غزة ولكن وزمير نرى أضرو حنا مباد إمين ويذي ثني حكما وثن جينارة فغنار برا ويذي ثني حكما وثن جينارة أديني نين قلان قولة ونسن يوكنا أذبدن إبديني قلاقنا كد وثمث نسن نغثي سمثي نسن إقلان ذي غزة اكو ذي نساقين يمثنا ياسين اثنا اكو ذي ذي الستيديو اكو ذي سانا نسقردش ساقين نوفانا بو ساقين ونهضر افين يانان غزة وين يانان المحنة بويذ اكزدغن ذي ذي ثمناطني ياسين دي تزورك ديني على سلامينك زول فلاك يا محمد زول في مسؤولية المرار بزوالني كثيرا ياسين قريب يعني هذا وظن 2000 بوكاد اكستشهدن يعني ذي غزة اكثر من 9000 امجراح اكثر يعني غزة خاصين تتوامحا ورد تجين سبيطارات يعني وثنتن ورد تجين الجوامع وثنتن اخامن وثنتن غزة يتوالق فلاس يعني يغلق فلاس وبريد وريختم الدواء وريختم الماكلة ولا شتري سيتين ولا شامان ذا شارة ديني ذا كون اشتاقين ياسين تزوى ديني ثان ميرث اي محاميد يعني من مالا نوالي اي محاميد تقصد تاقي نغزا فريمو ذاين يجرحنو لو نخطرني مالث والي سي 8 جولي رساقي يعني اميد لي ترواجو لاقي مثل تياماقي يحبسن شوياني من غي اتواليض يعني لي ديكا اقدر عن الموثا قال حقنا ما كنا دني ذاكني قريب 2000 الموثا لا بليبار ديك سن دابري لونيسف دار شي مشطح كثار 430 بار شي مشطح كمثني محاميد اقد كثار 1200 مجرح دار شي مشطح كان ذلي بيبي يعني
يكسعنا كل علاقة كذا كذا دو من نوع غي لنا كذا كي نعم كمل دابري ال 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 statistic l'union la commission européenne قرا حنا رضينا نخم لي statistic في لي ديغي قدر ال ديباس يعني عدن 4 مليون دولار جوست لا بيريود كي تم شطحت كاني يعني مرث والدينا كدي زرانيك محمد سيتان كريم دو غار يعني ماشي سي با جون غار نورمال سامبل كي مي سيتان كريم كونتر لومانيتي خاطر ماشي ديال المقاومه يا راك ثنا كارثن لي زوبيتو لي زيكول لي سيفيل راك ثنا دي بغارني يوثن دونك الحاجه يعني صفر حنا ثنا ثلاث ايام كي مي تقصدنا كي اخ من ثلاث ايام ونحبوسي من غياكي يعني يجاش يطح الشعب وغالن رغزة وغالن وغالن من اللي يعرسن زران ذنوي مازال الدار ذنوي مثل مقاومة ذا تستوفى شوية تريكيبير هاد الشيطاح داني نسلا دابري ينجمو يعني خدمنا كني قلنا في مصر بلي يزمار ذيك من وحفوسي من غيقي دونك نزمادني ذي الحاجة الحاجه صفراح بارك يعني. الله فيك ياسين هذه السمحض الا كنا مثلا حسن نيتو عمره وكي اذا نغماس دي الكوريي دالجيري سيل زيرا سيني غدي تزوره مرحبا ياسك عسلامينك يا حسن ازول لك اسمي محمد الزول الاول ازول في لك كيما حسن نكوني نزرا ثورا قريب الشهر سقسمي بدا تبدا اسرائيل يتكاث دي غزه نوالا باللي اكثر من 6 مليار لي ديغا ماتيريال 2000 بودي موثن 9000 في مجراح يعني نوالا ذا شو قدران تسوسمين بارابن حسن ذا شو جنارابن يعني السوسمن اف لي كريم دو غير تخدم اسرائيل اذا كنقارن عرب المشرمي سيدي سوسمن 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 Il y a cette souvenir est synonyme avec un calme en politique de complicité. Un peut être un aperçu comme synonyme de complicité avec, avec celui qui mène la guerre, l'agression contre Israël. Donc, il y a des fois, c'est les intérêts, des fois, c'est les nerfs, des fois, parce que tout là, justement, اما كانت قرضة ثورة رقم لا وانا نفهم لي مثلا بلي الاحباب الفلسطين غريكاز صغير هنا اي سون با فورسيمون العرب كونترام باسكو تايتون بوكو دو بيرسون كاوا بوكو دو بيرسون اجي لي العرب بلا تما بالنسبة لنا شي با ان كيستيون فهمت انا لي كيستيون تاع العرب انا كون تو فوا شافيز شافيز سي افور بي كون كاين يافي لاغريسيون les raids aériens menés contre Gaza auparavant, donc il y avait des crimes avec une intensité indescriptible et qui se sont sauvés par des crimes odieux. Moi je ne vois rien, moi je ne vois rien, mais Chavez était le seul président qui avait le courage de rappeler son ambassadeur de Tel Aviv, alors que l'Égypte n'avait pas fait autant. Pourtant, il y avait des relations diplomatiques avec Israël. Pareil pour la Jordanie. Non, pas fait, le roi Abdelhadi n'avait pas fait autant que Chavez. Alors que Chavez, où il est l'Islam, où il est l'Arabe, où il est le Moyen-Orient, où ça démarre, je veux. Il a les grimes à la guerre, je connais. Les visites, on savait que ça allait à la camille tout simplement. Il y a un truc de principe. Si quelqu'un de gauche, qui incarne un véritable courant politique de gauche, il est humain et il n'a pas pu supporter le crime, donc il a trouvé la seule manière de le dénoncer, après l'avoir dénoncé, bien sûr, dans ses discours et tout, il a passé à l'acte en rappelant son ambassadeur de Tel Aviv. À une rupture des relations diplomatiques. Ça dépasse la logique. Et comme dit Gamerun, ils utilisent parfois la Palestine profonde. Non, c'est-à-dire, Hassan Hashimi, d'un arabe, parce que Gaza, la Palestine, c'est-à-dire les pays, alors que l'Amérique latine,
c'est des milliers de kilomètres, voilà qui craint de ne serait-ce que يعني يقول نسنوس ني جرا سوس من افنش ني ولا نالور كو لي زاراب ذغني ولا انا ماكني ولا لي بي دو لاميريك لاتين دونك سكي دي راكيا فوالا دونك سوغ لا بري ماشي تمثال لي كليون ماشي تمثال لا لونغ لا لا كولتور لا ريليجيون دو تمثال لي دو برينسيپ دونك ولي دي لاميريك لاتين كي نو ريان افوار افيك لا ناسيون عرب بني افيك la religion musulmane m'éteint pour dénoncer une injustice. Non, donc ça revient à une conscience humaine, la conscience de ce peuple et de leurs dirigeants en fait que ils ont dénoncé le crime de la guerre, voilà, mais c'est donc à ma carte ça veut dire qu'il y a quoi comment que le jarig parce que il est conscient qu'il fallait qu'il soit à tes côtés parce que tu passes une épreuve difficile avant que il est plus difficile, mais il a la critique. Donc, je n'ai pas pensé, moi, ça a dit, mais quand je vais chercher pour le match, après le verre, et qu'il y a des fois, je ne sais pas moi, ça me dit. Donc, ça dépend un petit peu, il faut qu'on sorte de cet engrenage, de réduire la question palestinienne à un truc arabo-musulman. Ok. Et il est sûr que, donc, il faut que les peuples et les instances onusiennes optent pour la tranche, pour la décolonisation de ce territoire et permettre à la Palestine de fonder son État et d'avoir comme capitale l'Ouds. Donc, le chouk djan Timouré Yagin Hassan Sousmet. Il y a quelque chose derrière tout ça qui a poussé ces pays au Rita d'Avart. Les intérêts, Timouré trouve le compte en voyant Palestine dans cet état parce que Karal ils l'utilisent comme fonds de commerce. Il y a une humaniste, il est avec lui. C'est-à-dire, il a dit une trahisse. Il a même dit qu'il y a des gens qui ont mis à l'écouvrir. Il a dit une trahisse, il a dit qu'il y a des gens qui ont mis à commerce. Donc, il est là pour heurter, pour hurler à des sages. Voilà, le bateau, Karnan, c'est un fonds de commerce. Pour cet pays, c'est vraiment malheureux. Mais c'est une réalité de pied, c'est un fonds de commerce. Il y a d'autres, ils reçoivent des pressions des régimes occidentaux, d'ailleurs parce qu'ils ont quelque part des intérêts dans des aides qui leur provient de ces pays, donc ils n'ont pas la marge de manœuvre libre, marge de manœuvre, donc ils se contentent de suivre, d'exécuter ce qu'ils reçoivent comme décision. D'ailleurs, attendre les instances onusiennes pour réagir selon les directives des instances égales. Non, avec un calme, parfois ça a l'affaire humaine. Appeler l'ONU à réagir. Voilà, ils convoquent une réunion d'urgence du sommet arabe, alors qu'ils ont déjà mis fin, désigné la date, l'ordre du jour, l'heure, le jour, le pays dans lequel va se tenir cette réunion, déjà aux années 70, à Israël, c'est les télévisions. Donc, c'est la même chose. Voilà, après, même à 4 choses, parfois, il y a 100 qui arrêtent, Donc, c'est connu maintenant. D'ailleurs, c'est ce qui l'a dirigé, qui l'a discrédité. Non, maintenant, les pays arabes pensent à comment à reformuler, à refaire, à remodeler, à revoir à peu près le mécanisme de fonctionnement de cette instance, parce que ce n'est pas son premier échec. La crise irakienne a prouvé son échec, en Syrie a prouvé son échec, en Libye a prouvé son échec. Chaque fois qu'il y a un conflit, une épreuve difficile qui touche que traverse le monde arabe, la Ligue arabe ne faisait rien pour résoudre ce risque. Proposer une solution efficace, alors la résoudre, c'est loin de l'avoir. Donc, au moins, le calme, faire le geste pour poser quelque chose d'efficace. Donc, l'inefficacité de cette assemblée-là, de ce groupement de pays arabes, mais là, c'est le clin, c'est-à-dire là, je m'appelle bien le mot pas arabe, c'est un échec. Je me dis, voilà, en solo, sans une force, ils vont réagir. En groupe, je l'ai. أو جميع الناس روحنا نصلو دونك سي نعم حسن نعم حسن كنت نزرب اللي دي مصر
قيمن يعني النجمان باش نزرن مكارف يعني الحل نعم كي المحنا يقين نغزة. ولكن دونتري ليتا إسرائيليا فيرويي لي ديبا سيتادير الى اكزيجي اين تسميس لي جروب زارمي السرسن سلاح انسان الى اكزيجي بلي اين راه ديك شمنا غزه غير انا راه فرنسي غزه سرا كونترولي الى اكزيجي غزه سرا سو لو كونترول بون تسميس الغوفرنمون باليستينيا الور كون كونين دي الجهه ثانيين دارنين حماس يسا دي بروبوزيسيون ام كيس ولي ركتيني لي بور بارلي يا حس اسمع سي دي بور بارلو كي بوت سور ان ايشيك باسكو راهي نو سون با ا لور بروميير اكسبيريونس كون كي ابسونس دو فولونتي دونك اوتوماتيكمون تو سورا رومي اون كوز تو سورا كيما كان بو ا ايشيك ا لافونس. L'Israël, quand il impose au préalable s'il y a certaines conditions, c'est parce qu'il est là en position de force. Alors, quand est-ce qu'on négocie deux parties ou plusieurs parties. Quand il y a une partie qui vient avec au préalable des propositions à une plateforme à imposer, à exiger au préalable. C'est parce que en politique, c'est lorsqu'on est en position de force qu'on peut justement procéder de telle sorte. C'est-à-dire d'imposer à Kylian Kylian, alors à les négociations, mais même des dîmes, tout ce qui est là. Et des dîmes, tout ce qui est là, c'est parce qu'il est en position de force. Il s'y a dit, donc tout ce qui est là, les négociations, elles vont dans le terrain, elles qui me racontent qu'elles sont très difficiles, et je vais maintenir le statu quo. Le statu quo, normalement, une situation désastreuse là. Déstabiliser, il y a un problème, je le maintiens. Donc, le statu quo m'arrange. C'est par exemple le Kaïdini, il est interdit le Kaïdini Israël. Donc, le statu quo l'arrange, le contrôle, les territoires palestiniens, les sociétés, ces contrôles, amène les richesses, amène les transactions, parce que c'est peut-être qu'il les contrôle, amène les cercles, couche les cercles. Donc, il vient en position de force. Il vient en position de force. Donc il impose ses conditions au préalable, ses conditions. Donc Hamas, il est appelé à accepter dans la mesure qu'il est affaibli par les frappes de guerre, par les actions militaires menées dans l'agression menée contre le territoire, contre Gaza, par l'État israélien, par Israël. Donc, systématiquement, Hamas, il se trouve, quoi qu'il est sorti gagnant, parce que la guerre, ce n'est pas seulement en tuant à l'ennemi plusieurs soldats, là, plusieurs éléments, plus que un général Kitchener, non, mais il y a une victoire politique. Il y a une victoire politique parce que Hamas, ou Irelara, a résisté, la résistance n'y a dévoilé au monde entier le vrai visage d'Israël, la cruauté d'Israël envers Gaza. Donc, cela a fait que Hamas, dans la résistance palestinienne, peut être. حسن لو كان نروح على الجهه الثانيه لونيو بار اكزومبل لو رولينس تقولنا في سميس البروبليم كاين باليستينو اسرائيليا نكون نزرى باللي شاك فوا تيلين اسرائيل لونيو يعني ات انكابابل ادفع لي ريزوليسيون ال ات انكابابل دو فير ابليكي لي ريزوليسيون باسكو شحال يدفعنا في اسرائيل اون ليزا با ابليكي. Mais l'ONU qui s'est écrasé de Gaulle, On dirait juste de Charles Guédin, de Gaulle, donc cette phrase est d'actualité. Le machin est dit, mais l'ONU c'est une institution comme toutes les autres institutions, délégitimée, discréditée par leur inefficacité, leur laisser faire, leur flegme devant certaines injustices commises dans ce monde par les grands de ce monde, les grands par Dieu, mais bien sûr, les puissances
militaire. Et on peut revenir en arrière à le cadre de l'Irak en 2003. Non. 2003, l'invasion de l'Irak par, décidée par les États-Unis avec quelques pays avec le consentement à l'accord de quelques pays qui se sont retrouvés dans la coalition en Angleterre et tout. L'Angleterre menée sous Blair, bien sûr. Le Chirac avait opposé son veto. La Russie avait opposé son veto. La Chine avait opposé son veto. Et à cela, vous rajoutez l'Allemagne de Schröder, qui était un membre permanent du Conseil de sécurité, qui a opposé aussi son refus d'accepter, là, de donner le quitus à Bush, George Bush Jr., de mener l'agression contre l'Irak. Mais il a fifi de toutes ses lois, il a méprisé tout le monde, et l'ONU utilisait. Pourtant, il y avait un membre du Conseil de sécurité, permanent du Conseil de sécurité, oppose son veto, l'ONU doit exécuter. C'est-à-dire, c'est le non-respect du pouvoir de son membre. Alors que la législation, il est clair comme l'eau de roche. Donc, l'ONU est incapable devant de faire quoi que ce soit en face à l'acharnement, face à l'obstination, à la décision des États-Unis d'y aller, de mener cette action, cette agression, cet envahissement de l'Irak, l'ONU tunisien. Dernièrement, avant l'ONU, la Crimée, tout le monde criait, voilà, on n'accepte pas, on fait pas, on ne reconnaît pas la Crimée annexée d'une manière illégale, contrairement au droit international dominé par la Russie. L'ONU a fait pareil, les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne. Aujourd'hui, la France s'est contentée, c'est pour certains pays pour sauver la face et l'honneur, ils se sont contentés de dire voilà, on a des sanctions, il y a une certaine liste de noms de personnalités russes indésirables qui sont interdites de séjour dans certains pays, dont les comptes étaient gelés. On va vraiment se mal, on s'est dit, c'était les filles d'annonce. Mais la criminalité, la criminalité de la Russie, ils donnent au mal, Russie avait dit, on parle pas des actions à cas qui ne gênent pas. Un sommet Europe russe annulé, le G8, ils n'ont pas peut-être convié la Russie, mais c'était juste conjoncturel, ça va encore, c'est destiné beaucoup plus à la consommation interne pour convaincre l'opinion populaire et l'opinion publique de la justesse, de l'action de ces pays, mais sinon après il n'y a rien, mais l'ONU n'a rien dit. Donc l'ONU, il me semble qu'il ne faut pas vraiment, il est connu sur certains questions, il ne bouge pas, le petit doigt ne réagit pas, c'est-à-dire c'est une constance source. ترى حسن نظرة باللي لونيو هانت فهم ضناض يعني نظرة باللي لونيو أنا تجور ريان في يعني أتني غريفة سن بوجا ذي سيحون الدنيا نظرة باللي ضاني لا ليج أراب ودن هدرارة في لاس ضاني اللي تابسونت ما نبغاك سقسيغ وسنجي أدن الجزائر لا تونيزي ليران لا سيري يعني مملل نكنين دقينا ذيرا زمان خدمنا بول باش كنين يظهرنا مزمرنا خدمنا الحجة اون سكي كونسيرن لو بروبليم دو غزة ذي البالي كتيني غاز صح زمرت خدمت الحاجة مرايقي ماشي تزمرت وزمرت راه خاطر اون ديمار با بار لو برانسيب زمر وزمر راه خاطر ما تزمر غاز تلقى الصباح هي الحاجة تخلص فيها ويسمى ما تزمر وخدم الترن دونك لامبورتون سي كيا سيت فولونتي سيت فولونتي اكزيست إلي لا ما كنزا راه كاين انسان زبل اللي سد درس اي تو دونك كاين اللي غادي يتشاف وليش اي ناس بوز بلا كاع دواء اون بالي بوتيت بالا كوما سير تو توايير يزن قنا كي بشوية دونك الى لا فولونتي سا لا فولونتي غادي نيتوايي من بعد يزن الرو يزن الرو شي كيما تاع دوموش مي لا فولونتي دي بي ايجينيان كي سون تامي لا باليستين كي دون لا ديفونس دو لا كوز باليستينيان اي كونسيديري كوم اون كونستونت شي سي بي. Donc, ils gardent la volonté, ils, ils,
et il lance une initiative. Donc il lance une initiative. Bon, bah, l'initiative, Michel, elle va aboutir, elle ne va pas aboutir, on ne sait pas. Mais l'essentiel des convictions existe, la volonté est là, on lance, si le pays lance une initiative. Le peuple, à savoir, m'a dit, il n'a pas 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 dit, بارك يعطيك الصحة أجمتنا حسن وقيد أجمتنا حسن نيت وعمر ذا نغمس لكوريا دالجيري سيل زير سينيغ ثنميرتي ثم قرات إمين إثقبلض وتديد أكودنا النهار أجمتنا عبد القادر مربح وقين ذا سلواي وكبر التجمع الديمقراطي الجمهوري سيل زير سينيغ مرحبا يسكي عبد القادر من فضلك صحح الاسم التجمع الوطني الجمهوري التجمع الوطني الجمهوري بارك الله فيك عبد القادر صح عبد القادر نكون يدنا الدرة في غزة يدنا الدرة في فلسطين يدنا الدرة يعني في تزلقي تزل ان في بارتو ثورة نوالا باللي ذي مصر خذ من الاجتماع ما كيحف سن ثيثة نزرى باللي إسرائيل تفقد الناس بلين إلاق لي جروب زارميين فلسطين سرسن السلاح نكوني نبغى أين رايكش من غزة أين را ديفونسي غزة هذه لي كونترولي بار كونتر أين تسمي المقاومة الناس نكوني نبغى أن لين يعني ما دين ننسى الحرية نا ننسى لي دروانا إلا قنسو المينا يعني البور نا أنسو الأيروبور نا وتسكشمري مانيس ثينا تسميس إسرائيل ديكنا أم كيف تسوليض المفاوضة تاقين نغنج موياقي أم كيف تسوليض سي عبد القادر يعني كل حال سورة بعد ما إضران شو إضراها المجتمع الدولي نرمركة بلي سكوتي الكلي أما الاتحاد الأوروبي أما الأمريكان أما الدول العربية زمراك دينيغ باللي إسرائيل تحقق المرغوبينس تحطم غزة تحطم المعنويات من الفلسطينيين ولو أنه مازال غرس الإرادة باش هذا كفحن ثورة إسرائيل الامتحان الأول اللي تستعدى العالم عشان تنجح في قصة خطر تبعن تشيرك اللي تاخو والسكوت من العالم من المؤسسات الدولية يعتبر ضعف للعالم ويعتبر انه اسرائيل مازالها راهي تحكم باللوبي نتاعها في الولايات المتحده وفي بقيه العالم. نعم. العرب الحكام العرب مازال تحكميثم الامبرياليه باسكو وقال نيوكليتاش باش يدير في الصوت نسن خاطر سي لا لوا دو لا جانجل كي تطبيكي في المعموره الدوليه. ثورة اسرائيل وتحقق الهدف ولكن صوره المرغوبينس من ناحيه التقنيه. صدعف الفلسطينيين هود سن تامور سن ثانا ستوشا سن يعني فيتا سن سن. نعم. زمراكي مير بنيك الفلسطينيين مالغري الضعف هادي الى قرا دوغان المارش اريير الى قال كملن هذا جند المجتمع الدولي الفرنسي خاطر ترى لا رياكسيون هادي نتمولا بعرض نتمو حتى نتمولا لوروب باسكو ولا بلي لازم داس المهادنه ادياس داس لو سيتي فيو هادي خاطر الامريكان اترافير اسرائيل جرفن الاسلحه مثل اكن العلي القنابل جربنا الناس اللي 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 لارم لو بلو سوفيستيكي يدخل قن باش دوالين لا بريسيزيون الناس ولا لا نون بريسيزيون جربنا المجتمع الدولي بلي تبعيت ولا شوني نخد عن الحنيسن دونك مالا ترى يتغيمي داشو يتغيمي الفلسطينيين تغيمي باش نستغل الفرصه
ان الاستعداد من المجتمع الدولي باش نروح نزال للسيسي الفيرم ان يضغط في المؤسسات الدوليه باش الحنت يلس نسيرسك بوليتيك ما باش نربح الشطب من المعركه. الشطب من المعركه انه ابي زميرنا ناخذ من البورنسن ابي زميرنا ناخذ من نيزايرو بورنسن هذا سنكسن الحصار الاقتصادي يتوفر من فلسطين باش غدا شبه دولة على الأقل في الظرف الحالي. نعم السي عبد القادر كتيني ثناد الى قضيه الضغط على المجتمع الدولي ولكن الضغط كين ام كاريلين يعني صغور حماس ونساق حدك فاسنيس الى قضيه ثمور جلاند فيرس ان هنا راه يضغط في المجتمع الدولي ام كي تولي الضغط كي كتيني الحماس يا اخي تولاغ بلي لو بريزيدون لونسيان بريزيدون امريكان يعني فرض سيوف المشجعه السياسيه خارقه للعاده عندما يغلب بلي الحماس ابي فار في لا ليست لي تيرورست ايفيكتيفمون الحماس سو نو سون با دي تيرورست سي دي سيتويان فلسطينيان سعان الخط الايديولوجي اوتوماتيكمون اخدم من تيمور جنسن وخدمنا على التيروريزم دونك تيمور بارازن الحامت اكد الامريكان والحامت اكد اسرائيل والحامت اكد معظم الدول الاوروبيه يحسبن توت لي توندونس اسلاميزونت سي دي تيروريست. نعم دونك مالا حاليا الاخر الحماس وزميران اللي حقق وحدث المرغوبينس لو كان ويتحوث على ابي قناع في مربعه من باش الحون من الفير الفلسطينيين باش وتعيفينا وتغنفونا عن الاسلاميست باسكو المشكله ماشي غير في فلسطين لا لا في مصر لا في الجزائر لا في تونس لا في المغرب لا في موريتانيا. نعم وفي ليبيا. نعم دونك مالا اسبوسكي الى قدنر لوهنا بلي كراونا اكسعام دي توندونس اسلاميزونت زالونا نتقرا على البحر الى كنخدم لو بروسيسوس دو شانجمون دون شاك بيي نخدم لو شانجمون على يليق الشعوب من العالم العربي فوالا اي دايور سي بور سولا الربيع العربي السمير الا نسمورا بارض وجير نترى باش استقبل انت الربيع العربي وجير نترى معنويا ولا ماديا باش الفونجيري لو شانجمون سي بور سولا الربيع العربي يتحول الى فوره وتحول الى حروب في كل الدول التي طالبت بالتغيير. بارك الله فيك. سي عبد القادر بغيت كان هذه تفكر يعني تم غلينك بارابور لا بوزيسيون تمورا جنسل من او تمورا بارافن فين يضران دي غزة او تمورا لامريك لاتين ان ولا امشي او زد ترك ذغني ان ولا امشي تفدت. بارك الله فيك. بالنسبة دابور للدول العربية في الضراء في الشقين لانت الشعوب إقاحيهم الحال مليح أفاشو يضران بغزاء لو كانوا فان أمك راضوحا أذكفحا بجنب الشعب الفلسطيني أثان خدمنت تغيمين المسؤولين الحكام من الدول العربية ذي السر الموقف الانسان يبدأك للشعب الانسان ولكن ماذا بهم وتسبقين مالا المواقف الانسان باش تزمرنا اتزعب في لسن اسرائيل ولا اتزعب في لسن الولايات المتحدة والا على الاقل الاتحاد الاوروبي دونك مالا غليند ريزم سلتني ايوليو يبغى نفسين يبغى حسن يبغى الحسين غان غزة واتستقل ولكن فغان باش تقاردين الولايات المتحده لاسرائيل والاتحاد الاوروبي لحبيبنا الانسان. اما الشطر الثاني
ما تولي دول امريكا اللاتينيه المراكين بارك الله بارك الله فيهم بارك الله فيهم لانه هذو الدول متحضره وسائله في طريق النمو ومتحضره فعلا وتقدر تروح بعيد لانه خضعت للقانون الدولي واحترمت القوانين نتاع المجتمع الدولي بصفه عامه خاصه القوانين اللي تتكلم على حقوق الانسان على كرامه الانسان لانه القراقي انغزا الصبح بالعالم باسري وتبقند باللي يلاقى شونجمون على مستوى المعموره والشونجمون هادي هايلين يلاقى تنسميه النظام السياسي الدولي الجديد. نعم. ماشي النظام الاقتصادي الدولي الجديد لانه النظام الاقتصادي الدولي الجديد يجمير على مبيضو الطنق وغرانتالا دي ريفورم سويس اشي توكس الحق الفيتو للولايات المتحدة وزملائها في مجلس الامن. بارك الله فيك. يعطيك الصحة سي عبد القادر وقيدك مثنى عبد القادر مرباح ذا سلوي وكبر تجمع الوطني الجمهوري سي الجزائر سيني اختن مرتيك ثم قرات اف يعني ثم غليينك ثم غليين اي ذا دفكي ذو غالغاري مثنى يسين نقلن دقيدنا يسين تسليد مثنى عبد القادر مرباح سليد ديك مثنى حسن نيت وعمارة فين يدهضرن يعني في نقصقصا عبد القادر مرباح في لا بوزيسيون تموري كبار فنوكتين لي لامريك لاتين نوكتين نوترك بار اكزومبل دوش ادينا كتشين الكواليس يعني كيما ثنا حميد ما نهضر في لا بوزيسيون تمورا ثارا في نون جينيرال اثن تنكومباري ثمورا يغنيظن فين خدمنت اين تخدمت دروس بارابور اشوي لقنا راه خدمت خاطرني ماكنيش قارن ما داوض ثرز سخم الا قذت وخماريكل نعم يا ربي قفلت مقله الجيراني قذت وخماريكل نعم غزا ديوف تمور سي ثمورا ثارا فين سي ثمورا ثين سلمين يعني نول اماكني دن ولا الشعب الفلسطيني يرجع مليح مليح رين سلمن تكلم ديم زويره نعم. مي فينالمو ما كاينش قان يفاد وياهنين اكزاكتومون خاطر من تولي الشعب فرندي ثمورا ما راه ما كدينا كما ثنا كي دي هضرت وكا عبد القادر مربح انك فريمون ثمولاكي لاميريك لاتين استيفال ربا فين تخدمنت خاطر نيت انت دي فكنن المعاونه نسنت يوذن غزا ماشي ذاك ذود عربي ديك الناس هاكي بارك الله فيك ياسين ادنو غل ان شاء الله ثمسال تاكين نروح عليك مثلا ابراهيم غربي وكين ذا مسناو ذي سرسيث هذا غادي يهضر سي الجزائر سي مرحبا بيسك ابراهيم الله يسلمك اسي حميد الله يسلمك ابراهيم ما بغي غادي اكسقسيغ نكون نزرع باللي ديما صار هنا يعني الوفد من فلسطين اكدوين من اسرائيل هنقيم يعني في الطفله غادي مشاور نكون نوالا الوفد الفلسطيني ذا شو دي بويد يعني الشروط ينس وينتولي ذاني اسرائيل تبغى تحبس يعني تبغى تبلوكي المشاوره تاكين يمين تات انك باللي الى قل الفصائل المقاومه سرست سلاح نسلت والى غزه تيلين سو كونترول ستريكت كونترول يعني اين ريكش مني لقات زرن انا ردي فوني لقات زرن ذا شويه تخمم تقولش تاكين ابراهيم شكرا حميد بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله تحية إكبار وإجلال لشعبنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة ونقول لهم أنتم سادتنا وأبناء سادتنا وأنتم تاج رؤوسنا ومكمن عزتنا هم ليوث هذه الأمة الذي هذه غزة التي خاضت حربا شرسة مع هذا العدو الصهيوني فهي صامدة فهي مجاهدة هي تضرب اليوم أروع البطولات فهؤلاء نقول لهم صبرا فإن النصر صبر ساعة فبعدما قدمت آلاف الشهداء بعدما
عانت الويلات بعد الدمار والخراب ما لحق بأبناء غزة وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم. فغزة اليوم تنتصر وهي فرحة عارمة في كل العالم الإسلامي بهذا النصر المؤظف الذي وفق الله عز وجل المقاومة لتحقيق هذا النصر الذي عجز عليه عنه الجيوش أو تحققه الجيوش العربية مجتمعة. فهذا النصر أخي حميد نحن نتوجه إلى المقاومة خاصة لأهل غزة عامة ونقول لهم اصبروا كما قلت فإن النصر آت بإذن الله ولا تولوا اعتبارا للدمار الذي لحق بكم والدماء التي سفكت والأرواح التي زهقت والأطفال التي يتمت والنساء التي رملت وكذا الأمهات التي ذكلت، بل انظروا إلى المستقبل الذي هو مشرق لا حصار فيه ولا جوع فيه ولا ذل فيها ولا هوان فيه. 4 أسابيع وأنتم يا أهلنا صامدون وأنتم صابرون وتصابرون، برهنتم بأن المعادلة الذهبية التي قمتم بها ألا وهي المقاومة زائد الشعب هذا نصر لا محال. بل انظروا إلى إخوانكم مثلا في مصر فقدوا 3000 شهيد في يوم واحد، انظروا إلى إخوانكم في الجزائر فقدوا 45,000 سنة 45 في 3 أيام، ولكن هذا هو عربون النصر أخي كريم وعرب الكرامة. أطلب من إخواني في غزة وأهلي وعزتي وخاصة مقاومهم أن لا يعطوا فرصة للصهاينة ليحولوا هزيمتهم العسكرية إلى نصر سياسي. أكيد المقاومة اليوم أخي حميد هي تحت ضغط شديد، ضغط خارجي وضغط داخلي. هؤلاء الأعداء جميعا الصهاينة من الولايات المتحدة، المجتمع الغربي برمته، العرب، المسلمون، تقريب كلهم. والدليل على ذلك أخي حميد أنهم يدعمون هذه المبادرة المصرية، هذه المبادرة المصرية التي رفضت في السابق من قبل كل الفصائل الفلسطينية. واليوم بعدما فقدت إسرائيل شرعيتها المتمثلة في الدفاع عن النفس وحتى حماية كما كان تقول المواطنين، وتزعزعت صورة إسرائيل في العالم وأصبحت اليوم في قفص الاتهام، فهي متابعة من طرف كل يعني التنظيمات الحقوقية، ولا كلهم بدأوا في تحضير ملفات لمتابعة قادة الصهاينة على ما اقترفوه من جرائم في غزة. فالعرب اليوم وهذا الغرب يريدون للمقاومة أولا تحريك الجبهة الداخلية، وهذا أمر لابد أن يتفطن الإخوة، وأنصح إخواننا في المقاومة أن يتحول الجبهة الداخلية وتكون نوع من التوعية حتى لا يضربوا من الداخل. وهذا الحمد لله اليوم التجمع الجماهيري الذي كان في غزة هذا دليل وبرهان على أن الشعب لا يزال وراء مقاومته وهو ثابت ويسعى لتحقيق الأهداف التي من أجلها قاوموا ودفعوا ما دفعوه من تضحيات. فمصر بدل هذا مصر السيسي هذا الخائن هذا العبيد، بدل ما يكون هو الذي يتكلم باسم غزة ويكون هو نائب غزة في هذه المفاوضات أصبح هو طرفا فيها. فهم يريدون للمقاومة أن يساوموها أو يبتزوها ابتزاز السلاح مقابل العيش الكريم والرفاهية والأمن والاستقرار، وهذا وهم في الحقيقة. فالمقاومة اليوم تحت هذا الضغط يريدون منها أيضا إما أن تنزع السلاح، وهذا الأمر راه مطروح، ولكن هذا هو عملية ضغط، هذه وسيلة ضغط يضغط بها على المقاومة، ولكن في الحقيقة هم يريدون هذه الحرب الاستنزافية التي قام بها بنو صهيون هو الاستنزاف المقاومة. وتقريبا ما أنت كان ضيع سلاحها تقريبا هي 3000 صاروخ أطلق من غزة، معناتها ما كانش هناك تجديد للمخزون تاعها، بالتالي يكون في حصار مع مصر مع الأردن مع الغرب لمحاصرتها حتى لا تتسلح من جديد ويضعفونها طبعا. نعم. إذن هم يدفعون المقاومة أيضا بهذا تجديد الهدنة، معناتها يفون لي زافوار اليزير
معناتها بالوقت حتى تدفع المقاومه لاستئناف القتال، وبالتالي تظهر في نظر الغرب وفي نظر المجتمع الدولي ان هي التي بدات بالعدوان وهي الظالمه وهي كذا، دون الالتفاف من طرف هذا المجتمع الى المطالب الشرعيه للمقاومه. اذا هذه مساله وضع غزه تحت الوصايه الدوليه، ولهذا هذا في الحقيقه اقتراح قديم، هذا لا يتحقق باذن الله ما دام الشعب الفلسطيني واعي، وانما يريدون ان يحاصروه في مساله السلاح فقط، فيبتز. قال الشعب اذا كان قدموا له كل ما يريد من عيش كريم ومن ماء يلذ ويطيب، يقول لك ممكن الجبهه الداخليه تضعف، وبالتالي هم الذين سيطالبون المقاومه بعدم جرهم من جديد الى قتال مع الصهاينه والى ما حدث من دمار وتقتيل وتقتل. نعم ابراهيم، ما بغي كان كيتسقسي لكني نولاو السنغين الجزائر تحرك كيمانيس دبلوماسيا، نولا بلي ثاون دانيس 25 مليون دولار ثاون يسن فلسطين، وتهضر يعني باش كني هذا النجمان دي لونو دغا داير النجمان يضلي تهضر دي ايران، ما كني تروح ليران تهضر اكو ايران، تهضر اكو تونس، تهضر اكو سوريا، يعني باش كني زرنا انت راه خدمن ايوا كني ادوين العون المحنيقين نغزة. في بالك يعني اين كيخدم الجزائر ثبوض اين المطلوب ينس انه يخوص الى تخدم اكثر؟ اخي حميد، تحرك النظام الجزائري وتحرك الانظمه العربيه كلها وعلمائها علماء البلاط، نعم، والدليل ان هذا نصر مؤظر للمقاومه على اسرائيل، الدليل ان هذا العلماء الذين كانوا يراهنون على ان اسرائيل ستقضي على حماس وتقضي على المقاومه، حتى النظام الجزائري كان مع فكرة القضاء على المقاومة على الإسلام السياسي كما يقولون، واليوم عندما أظهرت المقاومة هذه البطولة وتغلبت وانتصرت، هاو السعودية يديرون بيان العلماء ويذكرون المقاومة بخير ويندّدون بالعدوان وبما حصل لغزة، وهذه السعودية تتكرم على غزة وهذه الجزائر تتكرم وتتحرك. يعني هذا لماذا لم يتحركوا أخي حميد في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وهم يرون الأشلاء والدماء والدمار؟ نعم. نعم. إنما هذا هؤلاء أيضا يتحركون بإعاز من الغرب وإعاز من الصهاينة، والدليل أن أوباما اليوم يصرح ويقول على غزة أن تتحرر ولا نقبل بحصار غزة ولا بد أن هذا كله نتيجة النص ونتيجة المقاومة التي الباسلة للمقاومة الفلسطينية. إنما هذا النظام الجزائري لا يملك قراره ولا يملك سيادته، انما هو اعزل قيل له انه تحرك فيتحرك لعله يضغط ايضا هو على الفلسطينيين بدل ما يضغط على السيسي عدو الله هذا الذي يخنق غزه، بدل ما يضغط عليه ويقول له ما نعطيكش الغاز حتى تفتح المعبر، وانا لا ادعمك ولا اعاونك حتى تفعل كذا وكذا، فهو بالعكس يضغطون على يبتزون حماس يبتزون المقاومه بصفه عامه، نعطيك المال نعطيك ذا، ولكن في المقابل لابد من ضمان أمن إسرائيل، وتخلى العرب وتخلى المسلمون على فكرة تحرير الأرض المغتصبة من طرف هؤلاء الصهاينة. نعم إبراهيم أيما مولى الشغيلي في أسقسي ويضنين، أم كيف توليض يعني السيناريو المفاوضة تقين إيجلاند وينة ذي مصر إمين زرع إسرائيل سيلجيها سيتكاث أم كارث سلاح المقاومة سي الجهة المقاومة يثكث بيان سور أم كارث ربح سياسيا أما كني تربح عسكريا أم كارث ربح سياسيا المفاوضة ثاني؟ الأخ حميد، الدليل أن الله يكون معاهم، لأن الضغوطات التي تمارس عليهم ضغوطات كبيرة، وأيضا تمارس على الدولتين التي وقفتا مع غزة هي تركيا، نعم، وقطر وقطر، نعم، يعني هؤلاء وقفوا إلى جانب المقاومة هم ثان يمارس عليهم ضغط كبير. أنت المقاومة ممكن السيناريو الأكثر بلوزيبل هو أن يرفع الحصار على غزة تفتح المعابر، ولكن
بحراسات شديدة، وبالتالي مسألة السلاح وكل ما من شأنه باش يرفع معنويات المقاومة ويقويها من جديد، هذه راح يكون حصار كبير. إنما من الشيء الأقل أن إسرائيل بالنسبة إلى انتهت الحرب يعني سرحت كل جنود الاحتياط وسحبت جيشها وبدأت هذيك الكوميسيون دونكات وبدأت يعني الكلام المضاد من هنا وهناك من جانب السياسي جانب العسكري، ما عندها بالنسبة لإسرائيل انتهى الحرب، وبالتالي هي تراهن على صديقتها مصر والسعودية والإمارات إلى غير ذلك من الأصدقاء حتى يحولوا هذه الهزيمة إلى نصر من خلال الضغط على حماس وجعلها تحت الوصاية الدولية، أو على الأقل تقليم أظافرها من حين لا يدخل السلاح إليها ولا ويحاصر قيادتها وتبقى على قائمة الإرهاب حتى تذعن لشروطهم. ولكن إن شاء الله هذا لا يثبط إخواننا هناك، وإن شاء الله هم راهم فاهمين المسألة، وأظن أن المقاومة ستنتصر أيضا سياسيا في أقرب الأيام بإذن الله. نعم أسقسي أنقارون كمثنا إبراهيم كوني نزرعين لن أكثر من 50 مليار الخسارة ذي غزة نوالا تير كل ينجم كي ثغال غزة ورسليكن الجوامع ورسليكن تفيطارات ورسليكن لكوذات ودنها الضرارة في خامن ودنها الضرارة في البنية التحتية من الستاسيون دي الكتريسيتي ودنها الضرارة في نشتاقي نناد أكثر من 50 مليار الخسارة. ذشو قلق ذي خدم يعني المجتمع الدولي المجتمع الإسلامي باش يبنوا غزة؟ على كل حال الأخ عبد الحميد، مسألة إعادة بناء غزة وهذه 500، لو أن المقاومة تتنازل على حقها في تحرير أرضها وفي في في إبقاء السلاح في يدها، لو تنازلت لبنية غزة في عام تصبح غزة من أجمل المدن وكل الخيرات تتدفق على غزة. إنما المسألة هي مبنية على موقف المقاومة، يعني المجتمع الدولي هناك منظمات هناك دول والحمد لله التي ستدفع أموال لإعادة بناء غزة، هذا لا شك في ذلك، ولكن ستكون هناك مشاكل. ليس من الأمر بالسهل أن يعاد إعمار غزة بعد هذا الدمار الهائل اللي شفناه، إنما مسألة إعمارها هو أمر ثاني بالنسبة للمجتمع الدولي. كل الأموال اللي تتهاطل على غزة بركة هي مربوطة بالموقف تاع المقاومة، بركة هنا يكمن ذكاء المقاومة في التعامل مع هؤلاء حفاظا على الجبهة الداخلية وحفاظا على هذه الامتداد الشعبي والقاعدة الشعبية النضالية العريضة التي تمتلكها المقاومة في غزة، لابد أن تعرض وتقارب وتتشدد، ونسأل الله عز وجل أن يعينهم في ذلك وأن يسدد خطاهم وأن يثبتهم وأن يهزم أعداءهم سواء سياسيين أو عسكريين وهذا الخائنين والمتآمرين على أهلنا في غزة. بارك الله فيك عبد إبراهيم. يعني أسقسي أنقرون أكوذك إن شاء الله ذشون أرثيني يعني وجود الجزائري يوكنا ذي في أكوذ وثماثني سكذي سماس ذي غزة. بالنسبة لنا في هنا نحن في الجبهة الإسلامية للنقاب أخي حميد ممكن سنلتقي قريبا، وهناك على كل حال لجنة الإغاثة على مستوى جمعية شعب المسلمين فهي تحضر لقافلة ثالثة لإعانة غزة بكل ما تحتاجه من دواء وغطاء إلى غير ذلك، ثم هناك من يقترح أنه تجمع الأموال، والحمد لله مؤخرا في حي فقط أخي حميد حي لا يتجاوز 500 أو 600 جمعت أكثر من 160 مليون الحمد يعني كل أموال تجمع لأجل غزة والشعب الجزائري غزة في قلبه وقلبهم على غزة، فالحمد لله يعني هناك فرح وسرور عم الجزائري بشكل عام، فأدعو الجزائريين إلى الضغط أيضا على هذا النظام حتى يتبنى يعني مواقف في مستوى تطلعات هذا الشعب ومستوى هذه القضيه المركزيه اللي هي القضيه الفلسطينيه وهذا الاول قبله المسلمين. فالحمد لله هناك تنسيق مع احزاب، هناك تنسيق مع شخصيات وجمعيات لحراك شعبي ممكن للضغط على هذا النظام ومن خلاله على الانظمه الاخرى حتى يتبنوا
موقف المعارضة وموقف عفوا موقف المقاومة الفلسطينية، ويكون النصر إن شاء الله حليف كل المسلمين في هذه الحرب القاضية التي قادتها إسرائيل على أهلنا في غزة. إبراهيم غربي وقيدك مثلنا سيل زاير ذا موسنا ودي سرسيث أسين يغتن ميرتك ثم قراتها فرايا جينك أفثمغليا جينك إذا تفكير الساقين ذاقين ذي المغربية السقبالي أو قدي ذا دي تولين تي قدي ذا دي تولين أكيق فوحريش النغم زوارو نروح سيغي مينا أمشطح ودنو غالغرون أويذ إذا غدي تولي نتيجة إذا غدي تولي مرحبا يسون سلام الون أرنو في جنة بوساقين سحري شويسين القحري شاقين أدن هضر في الجزائر أدن هضر في سلوين الجزائر أدن هضر في سلوية جين يقطفن الجزائر أربعة بردان يعني أربعة العهدات نكون ينظر العهدة يجي تنقروث سلوين الجزائر يهلك ونزرع ثمن دوث من الجزائر إلى ذيك الارتيكل 88 دي قارن أسلوي تمور ثمايلي يهلك ينطر إلى أذي جمكانيس إيوارنين أراد يسن ستيفرانين نكون نولا بلين الارتيكل لقين يون ذقوقاد إقلاقن أظهرن في اللاس أم مراد مدلسين وريح فيس ماس عبد العزيز بوتفليقة في جل الهلكيس بشوي تغلرة ذا سلوال نل الجزائر
خاصة كني لان كري كابرن ذي ثمورت وقبل نغم من بعد ثفرانين لان هضرند افشيكي ولكن ترى امزونا كني ران الارتيكل اللي 88 تونت نغران الشعب الجزائري اثيتو يكون ينتولي ثمورت الجزائر ثمورت بلا اسلواد ودي تبان راه الوغ كو نورمالمون اسلواد الجزائر نكون نسنيت زيك ني ذيون يحملن ادي فواياجين ذيون يحملن ادي خدم لي ديسكور ذيون يحملن ادي سفيني مانيس الشعب الجزائري سبقا سميني قالك ماس عبد العزيز بوتفليقه وردي فانرا نخاص مي فاند دي تفاند ثيكوال سفلا وكرسينس نكونين على كل حالة سنطلب الشفاء مي وقيد الهلاك ولكن نموقل قبل ثمر ثنا غنتسثيك زوارا نموقل وذا شو سلاقا بشكنين أتسلحو ثمر أكن إقلاق أتسلحو وسنقي عدان يهضرد بن فليس فنشتاقين يهضرد داغنين الجيل اللي صوفيان مكبر الجيل الجديد فنشتاقين أجدود الجزائريين انسى داغني اللي يسقسي مانيس يدر الغاز الصح انسى يعني ونيك تفن تامورث انسى غاسلوي ناغو نسارة انشتاقير كلين انا عرض اثن فهم اكدو وثمثن النا اردنا وين اكودنا دي تزوارا انا روح عليك مثلنا اغيلاس ام قران وقيذي ون يقدشن ذي السرسيس او كذا الجيل الجديد سيل زيارة سينيغ مرحبا يسك اغيلاس زلف لون مرحبا يسكن مرحبك سفاح النهاية زيري نادي سلم نزين صحة العيد لون صحة العيدك اغيلاس عسلام عينك أغلاس نكوني نسلا وسنقين الجيل الجديد يبغى أدي كس مس عبد العزيز بوتفليقاس مكانيس إمي ديونو سلوال ولدي تبان نرى ديونو سلواي وأمزون ولاشيث ذي ثمورث ديونو سلواي إكسن وجدود أجزيري سيسم ولكن ورثي ولا يرى تزمر ذا ضغط تهضرنا ضغط فكذا ثمولين الجيل الجديد فين يعني ننشتقي نعم بيان سور اللي ما حنا حامد باش كي مثلا كنا ورينا في لاش لا كونفرنس كي ما صوفيا الجلالي دون دو كادر كي تاع بلوسيجي كي كان البريزيدون كي نساعد كنا دار عند لين عند دي كولا باش نخدم باش اما كان هم صافات وفابيون من ضرب لي لي دون ان ايتا سي لا ما كان هذا الشيء اللي هنا ربي يشكون ان شاء الله هاد بيرسون مي لو ستراتيجي بريزون لا ريبوبليك لا لا قرار الراشد لي سي لي ريسبونسابيلتي سي لو بريمي ماجيسترا او بيي دونك لا دي ريسبونسابيلتي دونك سي لما ما الا كرام ما نخدم شي سونتيمون ان قرار خاطر هكا 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 نقول لك بلي لي كلي لي كلي كتبه لي خدمه بيريود سير يلاق يلاق يروح الوقت باش هذا يروح يلاق الوقت بشكل ديال هو رجال النظام احنا كمساكن نعم دونك سي دون لو كونتكست كي ديال جوستيفيان جيلالي في لا كونفرنس دو بريس تاع كريتيا جنات على ضد فاش تاكيدي دونك غنحكي في لا فاموز جينوم دو لوان كابيتال نعم اغيلاس غيلاس هذه تسلط نعم اغيلاس صوفيا الجلالي يهضر دا فنشتاكي ولكن شغل جي ماشي شغل سهل ان يلقى يلقى دي لين وذاري لين يدس يلقى دي وض وصوثيس ام كي كي يتخميم سفيان جلالي نغ الجيل الجديد ام كي يتخميم باش دي وض اللي بغي بوليس كنت ترى بقى الاخر من الجيل الجديد سفيان جلالي ممكن سي لا فوا سي لا فوا دو بوب سي لا فوا كي فيان يعني كنقول لك العبوقات كيقول لك لا سي لا فوا من الشعب زين وكي زران سفيان الجلالي يهضر ونكتب قانوني تي فالي كسا اذا ان بروبليم تي بوت كي كان ان تي والي نو نو اوكان بروبليم كل نقطه يكون مهضر نبغى 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 أجي في كلش ماشي غدا ديال الميليون بعد عرفت شوف ما كنا
On n'est pas pour la violence, on est pour une transition démocratique avec le Moussina. Donc, les chapeaux qui ferment une grande sur la conférence de TSNS, la transition bas, c'est pacifique, on connaît méchant les problèmes, méchant le cas, nous sommes Moussina, on respecte tout le monde, les gens américains, ils restent la one de l'ours, de chacun. نعم أغي لاس أنشتاقي الكلين إلا قاس وقذا شام قران إلا قاس يعني أتمقلم إخبر النظام ناري أري لي نكدو ناري قبلن ثمغلي يقينون إلا قات وليم أجذوذ بشكل نزكس لزكا تيليم يعني سام القوة سام الجهد يوكن أول نون أذيوض أنديق لقذيوض إلا كرا يتسبريباري من أغي إلا كرا يتخدم فانشتاقي C'est un jeune parti, c'est un jeune parti, mais nous, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, Donc, nous connaissons les blessures souffre d'une nouvelle plateforme. Je me demande d'avoir la nouvelle plateforme. La nouvelle plateforme sera de sur internet, sur la même publique. في العراق يخدم الإبارة باسكو ظن بلي لقي وما لي أورغانيزي إن دوزيام كونفرونس أو نوم دو لا كوردينيسيون سيتي لو باتناج يخدم لي أو نوم دو كوردينيسيون أنسكو أنا نوصل لوتوريزاسيون بور أون ريزون كيلكونش دونك ديشتكي مع الإدارة زعما باسكو في العراق إن ولا لي مانت زي الشيء خدم نيمبورت كوا نيمبورت كومون لي فاكونس كفان دونك هذه اللي نتي اللي تصل خدمة يعني ذي الوقت ني يدرى التنسيقية خاطر شنو كوني نزرى التنسيقية ساعة يقونيت وقذا الشم قران يقونيت الخدمة ثم قرات يدرى خدمة من بروغرام داكسيون بشكل نيغا تصوب مارسا جدود بشكل نيغا تيلي مكدو جدود ايوا كن نيغا تهضر ميدس ايوا كن نسفهم يعني العقليه نون وسفهم يعني البروغرام نون بشكل نيغا تيداوم سي الجهه نون les forces de l'État, les citoyens d'ailleurs, on a besoin de les deux, des éléments, des fichiers, des documents, on n'a rien à cacher. On a même formé sur l'internet, la conversation du public, il y a pas de citoyens, c'est si bon qu'ils sont invités. Donc on n'a rien à cacher. Et si les citoyens du même pays, ils ont une réponse quand ils sont en guerre. Mais je suis un monsieur, un maral, ou un sagot. أغي
أغيلاس الجيل الجديد يدرى يقدش دي 48 الولايات من الجزائر نغ إساح كرا كان الجوايات جي يقدش دي ست غيلاس أغيلاس أغيلاس ولاس اللارا أغيلاس ولاس نسلارا معليش هادو غالا غاري كيما ثنا ياسين ثنا داكيا كودي دي ستيديو ياسين نكوني نهضر دا في ماس عبد العزيز بوتفليقة دا سلوين الجزائر ولكن ثاني غافا في يعني فلن جزائريا يغاب ذي قينات ذي قنار تسرسيث اما داخل تمورث اما برا تمورث كوني نزرى باللي الارتيكل 48 من دوثن الجزائر يقارد ويناد باللي اسلوي ما يهلك يعني ما ينطر مولا بلوريز ميلانا هذه كمل الخدمينس ذا سلوي تمورث اثكسن ودوينا البعض نظن السفرانين اري يطفلنا مكانيس كوني ذي الجزائر ولا شنشتاقي اش يمي ثلا تزورا اي دنيا اي مثلا حميد اسمي يضرانت يعني لي زيليكسيون يثمر في الجزائر ميت سي بويا كا لا ديرنيير فوا مس عبد العزيز بوتفليقه ميم ايمرني لي تاينس دو سونتي ثوغتا كرافي مليح مليح يعني مي ميم لي فيديو ني من ولا غيروح ايفوتا سيتادير ماشي سي il y a en bonne santé باش كني pour représenter un pays مي مالوريزمون ثان توجور مازالت دي الحكم دونك يشبه ربي لا بروميير دي شوز ديجا شاب يحس بلي مازال الا كالكان كي جار ثا بورث داير قلنا غنتولي لي بروبليم ديال الجزائر بروبليم دو شوماج بروبليم دو لوجمون غردايا غيديكرن شحال هاكين ثيمس دينا ينتوالي باللي ولا شيث غزه غنتوالي باللي ولا شيث الكراش ني لافيون اير الجيري ولا شيث دونك نشتاكير كلي يجا اكدوزا جزيرين غادي يسقسي مانيس يدرى غادي نكون ينسى اسلوي نغو نسى عندنا غالا رتنا تاكين يغال دورنا اغيلاس نعم نياكد لينا ذا استقسينون لينا نياكد يدرى يفقد شم دي 48 الولايات نغ ذكرى كان أفوك بر الجيل الجديد نعم نعم بيه نشوف نكون يفورا لكن نكون نتخليف شو اللي كان في ولاية باش نكون يفورا شو نشوف الديمقراطية قياد كنيا وين الولاية كيفاش تبقى دونك الحمد لله وني انستالي نشوف باكلاغ ان بو باتو كوطاس الولاية تموت هنا اي نكون نشوف بشكل 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 سلاكم نشدو ان شاء الله على اني مغور سلاكم نسعى لوقت اني مغور نسعى لوقت نكون مثلا نقاصو فيها الجدالي نكون شغل التجارة ما يعرفش تصوب كل ناس ان شاء الله سواء نشد السيد كون لفروينس سواء نشد راونا مع راونا ليسونسيال نتخاوي مع ان شاء الله نخدمو لنا هاد الكل ان شاء الله غادي ليسبوار تموتك نعم بارك الله فيك اغيلاس ام كيف توليض يعني السيناريو أرى يضرون يعني سيات ساوت ما كيكون ويث كرم دوس بغام أسلوين الجزائر أذي توكس مكانا قيد قلنا خطر شمشي ذا مكانيس أم كي كيه تواليم يعني كون وين أكد ذو خبر نلز أي من ذاين تسمي سكدو أزفون الجزائر شيء دينا فعلا كم كبر ما نجيب جديد من شوية لشيء شيء شوية كنا ما كنا بحاجة لنا كنا كنا بحاجة ما كنا كنا شيء شيء شان كذا كذا كيف لا فوق نامين جام كذا كذا كنا كنا كذا كذا في فوق جنة كذا شان كذا ما كنا شو وش اللي نلاقيه كيف حتى عند ما كنا ما شو شو كذا 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 ونحن فاهمين شيء من أول عالم كذا عن كذا كذا في كل شيء هنا كذا كذا من نوع on est là avec un conférien, donc on a fait un rapport à la diplomatie internationale, donc on a fait un rapport à la diplomatie internationale.
البروبليم يا كا كبوفار فارس كيف أفضل يفو ما تخلي شوف ذا ما تفهم الكريم لون الأمور كمان أنا فوق ذا أقول ناس عن تخصص خصوصي يقطع من إذا وجد من جزاف يجد مكتب والجري تموت الناس إذا ينكم تموت الناس تعال تعال إلى المكتب تعال ولا يسمعك بيان عن ضرورة إذا يشم نسيب في المكتب إنما أنا يسد الوقت بشغل أغلاس أم قرآن دي السمحة ضطسك ما الصوت ويدي ثفغارة أكيني لها أذك دي نغتن ميرتيك ثم قرات في ثمغلياجين إذا عدف كيضا دو غال عارك مثنا ياسين أكو دي ذاكي دي الستوديو ياسين كنين ولا نناد لي بروبلامي قدران نسانقين بار اكزومبل لافيون إير ألجيري دي غلين نولا بلي فرنسا نتساثي إكس كلفن سل بروبلام ني اسمي قهلك ضغاو سلوية قلنا عن الجزائر عماس عبد العزيز بوتفليقة نولا بلي فرنسا إثي ذوان نولا ذغني لي بروبلام يقدران تقول لنا في سميس دي غردايا ثيم ساقي ثقيم ثشال مس عبد العزيز بوتفليقة ولا شيث غزة يعني تولي ذا شو قدران دي غزة مس عبد العزيز بوتفليقة ولا شيث يعني كي تولي الثمورث إكسا نسلوية كي يعني أنا ما كنت كما صار ولي وسجلينا مثلا حميد دانش تاقي إتشي جا ديجا لا سيتياسيون دي ثمورث توال انستابل شعبي وال ستادير يتحسى ما كني واحد سيقلا مالك رادي دراني لاق إيماني ساتي فرو أنت قصيتني دايا نغار دايا قيم بور لونطون يعني طف شحال نيوم يمن غي مازال تيتيلي توجور دينا و اين يعني داني ليماج انت مورثنا ياكلي ايت مام رفارا يبدل ما راك لا والين سيتادير يعني وين راح كمن يهلك لي تا غراف مي توجور مازال يتقي دي ثامور دونك مام ليماج نا رفارا يعني تخطصر كونسيرنو يعني ثمورث اي مثلا حميد لي طاينس زعما دنيني سورتو لي بيطون غارد في راكاكي عطاس لي لي بروبليم ايدي اكزادن دي ثمورث بروبليم اكيد من راكا وكي الغارديا ايزاد مي ولا شوي ويدي حركن لي كيدنابين دي ثمورث توجور مازالت سنانو البروبليم لا سيكوريتي البروبليم من شوماج داني كيف الغاشي تفغند سون ديبلومي تو مي بور ريزود لو بروبليم ولاش كلكان كي فا بروند لينيسياتيف باش يعني ديف الحل المشاكل اللي قلنا نسمو دونك نزمادني نيك مثلا حميد شغل ثامور تسوغ وسار وياش لوتوريتي تابسونت نعم نولا ما كيدني تكتشيني نولا لي بروبليم كي دي ثمور لو شوماج نولا par exemple l'insécurité nous voilà par exemple le logement صحه يعني سداره ثرض تصفد باللي يخص الجهه اللي نخدمناطني نو ولا باللي الشوماج السنويه عندنا دي ورقله وغن ماشي كان دي ورقله دي الجزائريه الكلي شحال لي بردانين سلا وكذيك سحرقني ما نسن شحال لي بردانين سلا وكذيك سرقني ما نسن دونك كان شتاقي الكلي سي دي بروبليم لي طا الا قات تفد الا قات تيلي ذاكي تمقل مخيرات يعني الحل اللي ونشتني نكوني نولا ثمورثنا ثمورث كي لان لي مينيستر الصح بصح هي درا الصح لي مينيستر سان القدره باش كني اذفر انت في مسالينا كي مايلين وسلوين الجزائر يغاب يعني مايلين وسلوين الجزائر ولا شيث نكون نقول نزري غاز الصح ما الا في براثي ني يغد قارن اين كني ذا قارن ثاني ناد ماس عبد العزيز بوتفليقه نغيش كاع طبرات ماس عبد العزيز بوتفليقه يا درا غاز الصح نسيتي دي سوفون نغض الباض اهتي ديوران ويهضر دوين ناد باللي دوكي يعني سي اسم نماس عبد العزيز بوتفليقه ياسين قميت كان كيني غثن ميرتي كثم قرات بارك الله فيك وكاد اذا غدي تولين اثي كاد اذا غدي تولين
أكا إثكفا نوفا نغبو ساقين تمني أكون ولي أزكا لو نقين ذي الخبار ويضنين إن شاء الله سياري مينن أذا وندي نغجيخ كندي لهنا سلام ربي.